المقابلة بطبيعة الحال تعرفوا تحضيرها كان صعب، لأنه ضمننا المرتبة الثالثة، وتعرف بتاتر ما كانش أنجو بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة للأدفرسير كان سوبرسيون بتاع النتيجة. بالنسبة لنا حضرنا الماتش كوم يلفو، ومالوريزمون قبلنا هدف ضد مجرى اللعب. انا ركتي فيه في الميتان سور لو بلان تكتيك، ميم حتى بعد في لي شانجمون الكل صاروا دي شانجمون اوفنسيف. برافو بور لي جوار، خاطر اون ايتي لوسيد جوسكا لو سيفلي فينال، وامنا بال بطريقه اللعب نتاعنا. دونك الحمد لله انصفتنا الكره وسجلنا زوز اهداف، كنا نقدر نسجلوا اكثر، والحمد لله على 3 نقاط. نعتبر كان ديما معنا السنوات الأخرى تعود أنه يشارك في مشاركة أفريقية اللي هي الكاف، إن شاء الله تكون التحضيرات في مستوى المسابقة هذه. نعتبر كان وصل للفينال سيفري، ولكن السنة الجاية لازم يكون هو مراهن جدي، ولكن لازم إن شاء الله ظفر بالكاس هذه يكون معناها من أولوية الفريق. اكيد لازم تكون فما بريباراسيون مزيانه، ومعناها سو لو بلان فيزيك تكتيك ايتو، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. شكرا على الحضور ديالكم، وكما شاف كل شيء صراحه كنتحسوا على ضياع 3 نقط اول حاجه، لان تبارك الله الدراري داروا واحد المجهود كبير، كاصوا الدراري اللي بداو الماتش ولا الدراري اللي كملوا الماتش. صراحه لقاء يستاهل التنويه، لاعبين ديال شباب السوال من الرياضي كنا داخلين عازمين باش ناخذ 3 نقاط، لان كما كتعرفوا الوضعيه ديالنا خصنا نبقاو في قسم احترافي الاول، وانا دائما كنقول بان الفريق يستاهل بانه يبقى نظرا للاداء المردود القتاليه طموح ديال هاد الشباب هادو باش يخليو واحد البصمه في قسم احترافي الاول. باش نرجعوا لمجريات المقابله، كنظن بان الفريق البركاني عرفناه بانه بدل الفرقه من مورا كوب دافريك، من مورا المنافسات الافريقيه، مدرب جديد اللي حتى هو خصو يشوف اللعابه، دونك توتا في نورمال غادي يبدل لو سيستيم، غيبدل اللعابه. حاولنا ما امكن نستغلوا هاد الثغره هادي، لان الفرقه باقي ما عندهاش واحد لو سيركوي اللي غيخدموا عليه ولا غيكون مفهوم، دونك حاولنا نستغلوا هاد الثغره هادي. عطينا لي كونسين، هضرنا مع الدراري باش نحاولوا ما امكن تكون عندنا لا فولونتي هي الاولى اكثر منهم، باش ندخلوا ونهزوا الايقاع ديال الماتش. كما شفتوا دخلنا في الشوط الاول عازمين، خطا اللي ضغطنا به على حارس المرمى دابا راه 3 فرق ولا 4 فرق كاملين كيبقاو عندهم الحظوظ لقاء الاخر، ولكن دائما كنقول الا كنتي كتفكر دائما من تقريبا كانت باقا واحد وي جورني ولا نف جورني، كنقول الفريق اللي غيبقى في الاجواء الايجابيه وغيحيد عليه ستريس ولا غيبقى في القسم الاحترافي الاول. كنظن بان اللقاء الاخير غادي نجيروه بلي كاليتي ديالنا، عندنا ما يمكن من لي كاليتي باش نربحوا لو ماتش، غنمشيو نقلبوا على 3 بوان ديالنا باش نبقاو في القسم الاحترافي الاول ان شاء الله.